بعد حظر مصارعة ثيران في العام الماضي في منطقة كتالونيا الإسبانية، تم طرح مشروع جديد في البرلمان الإقليمي الكتالوني يهدف حظر تقديم الحيوانات في عروض السيرك. 5 تجمعات سياسية من أصل 7 في البرلمان اقترحت مشروع القانون والمرجح أن يحظى بالموافقة، لكن ذلك ليس بالخبر السار بالنسبة للعاملين في مجال السيرك. في هذه الحالة يوجد نوع من التمييز لما يسمح للناس بامتلاك الكلاب والقطط في المنزل ويحظر علينا ذلك في السيرك. 133 بلدية إسبانية تمنع استخدام الحيوانات في عروض السيرك، لكن كاتالونيا ستكون السباقة على مستوى الأقاليم في هذا المجال. رئيس جمعية ليبرا لحقوق الحيوانات كارلوس لوبيز أعرب عن سعادته للمبادرة وأشاد بأنها المرة الثانية التي يقود فيها البرلمان الكتالوني حملة الدفاع عن حقوق الحيوان. إقليم كاتالونيا حظر مصارعة الثيران الكوريدا الشهيرة منذ يناير في العام 2012. الإجراء كان نتيجة لمبادرة شعبية قدمت عريضة فيها أكثر من 180 ألف توقيع ضد ممارسة مصارعة الثيران بكل أشكالها. بلجيكا اتخذت في تموز الماضي إجراءً مشابهاً يحظر استخدام الحيوانات المتوحشة في عروض السيرك.